وإلى الورقة الرياضية والفوز الإماراتي الذي نختتم به النشرة، حيث الفرحة في ملعب زعبيل، فقد توج فريق الوصل الإماراتي بطلا لكأس الأندية الخليجية في دورتها 25. جاء هذا التتويج بعد تعادل الوصل وفريق قطر القطري بهدف لكل منهما بعد لقاء ساخن جمع الفريقين، ومستفيدا أيضا من تعادله هناك في الدوحة بهدفين لكل منهما. ويعتبر هذا التتويج الرابع للأندية الإماراتية والأول في تاريخ الإمبراطور الوصلاوي.